عايزين بس نكثف كلامنا النهارده على فكره الفلك وعلاقه بقى المصري القديم بالنجوم وكل ما يقال ويردد انه اخر حاجه اتقالت انه لا ده لقوا موميا على سطح المريخ المصري طبعا القديم. كلام طبعا احنا يعني ومره وعين تانية حورس نسمع عن عين حورس وعين والمسله حورس والكلام وكده. ده كله، الكلام ده صح؟ كلام غير صحيح طبعا، غير صحيح. لان هذه الكواكب درست كمان عند المصري القديم، يعني المريخ اطلق عليه حورس الاحمر. ولما تذاكري مع اي بيبي صغنن في الغرب، عشان كده احنا لازم ندرس للبيبيهات بتوعنا في المدارس الفلك على فكره. أيوة. علم الفلك هام جدا، بيوسع المدارك بشكل كبير طبعا. جدا. فبيبي صغير ماشي معايا في سينا مره واحنا في الارشاد السياحي، قال لي المريخ اهو، بصيت فوق لقيت فعلا كوكب لونه برتقاني، لان هم بيدرسون هو ذا ريد بلانت، المريخ. المصري القديم سماه من الاف السنين حورس الاحمر. ايوه صحيح. لانه الكوكب الاحمر. تعالي على فينوس اللي هو الزهره. ايوه. فينوس درس عند المصري القديم وسماه معبود النهار. فالعلاقه ما بين دراسته للكواكب اللي هم الخمسه دول في الاول وعلاقته بحاجه اسمها في مصر القديم اخترع يا جماعه حاجه اسمها ستار كلوكس، الساعات النجمية أو ساعات النجم، وقسم وعمل حاجة اسمها إيت بالهيروغليفي. إيت يعني مومنت، لحظة. ودي كانت لحظة، دي توقيت. ده إيه اللي هو الوميض بقى يقصد؟ في بقى الوميض، في رمشة العين، في اللي هو كليك أوف أساك كده ثانية، ما تعرفيش الوقت الطويل. بعد كده البابليين عملوا بقى الساعات والدقايق وبتاع، وكانوا عظام، لكن برضو لأن احنا عندنا حضارات أخرى عم تأثرنا بيه وأثرنا فيهم. هرجع لك تاني لفينوس وعلاقته بمصر القديمة. فينوس أطلق عليه معبود، مش معبودة، معبود النهار. أدي أول حاجة. تاني حاجة الزهرة يا جماعة اللي هي فينوس، يقول لك إيه الواحد يقول لمراته، يعني المصري القديم ما قالش لمراته أنت فينوس أنت معبودة النهار، ما دي ما دخلش فيها. لما تيجي تريش النصوص بمنظر ده، لكن لو أنت جيتي في مصر أو بتيجي في العالم دلوقتي، واحد يقول لمراته إيه؟ إيه الجمال ده؟ ده أنت فينوس. صح. علشان بيرجع إلى المعبودة الأجنبية بتاعت الجمال. طبعا هو لو عرف ان الزهره كوكب الزهره توكسيك، اديني مره واحد ناسا مش كلامي توكسيك، هو على فكره هو كوكب سام. كوكب سام درجه الحراره فوق 400 درجه مئويه، به براكين العلماء بيعتقدوا، بعض العلماء بيعتقدوا انها زالت حيه، وفيه سلفوريك اسيد طول الوقت، انت عندك سحب من الحمض النيتريك اللي هو بيموت. فانت ما تقولش لمراتك ان انت شبه فينوس، انت جميله زي فينوس، دي نصيحه، لان ده معناها ان هي سامه. دي نصيحه بسامية.